الخيمة كفكرة، احنا الهدف انه نجذب ناس تيجي هون لعنا على السوق. السوق زي ما انت شايفة اغلب المحلات مسكرة، الناس تيجي لهون فيش محلات فاتحة. فكرنا بإشي اللي يكون يخلي الناس تنجذب للسوق. فكرة الخيمة ألوانها طرازها بيجذب الناس أنها تيجي لهون، حتى مجرد مش إنه مش بس لرمضان، إنه هي كفكرة خيمة كألوان كتير حلوة الصراحة من ناحية أدوات وكيف الخيمة كنفسها. أمي راحت نزلت على محلات إنه سألت لي وهيك هي وأبوي، مش كتير غالي يعني 2500 شيكل تقريبا. مين ساعدك في تركيبها؟ اللي ساعدني فيها العيلة ولاد السوق طبعا، بس كلتين بدي مساعدة، كلهم اجوا ساعدوني للأمانة. يعني اخترنا اللون الأحمر لأنه بيجذب الناس، هاي أول إشي. تاني إشي الديكور نفسه هو الذهب مع الأحمر مشيخ للعين، إنه بيجذب الناس إنها تشوف، مثلا أول ما تشوف هاي الألوان بتجذبك إنك أنت تفوتي تتفرجي. وهو لون مميز الأحمر، إنه خلص إنه بنطي هو طراز فلسطيني، بنطي إشي حلو مثلا إنه إنك تنجذب تفوتي تشوفي شو الخيمة. وهاي الخيمة شو بتساوي فيها؟ شو الناس بتعمل فيها؟ بتيجي الناس تتسحر، بتقعد، ممكن تشرب إشي سخون، ممكن تتحلى، ممكن تاكل بوزة عنا، قطايف، كنافة، كل هاي الشغلات بقلب الخيمة. وإحنا منضلنا هنا للسحور، يعني نفتح من بعد الفطور للسحور. كيف بتلاقي إقبال الناس؟ هل بتشوفي ناس كثير بعد الفطور بيجوا بقعدوا بالخيمة بيشربوا بتخرفوا بقعدوا بهذا الجو بنص السوق، مع أنه أغلب المحلات بتكون مغلقة في السوق؟ بغض النظر المحلات مغلقة وهيك، احنا بنضلنا فاتحين ومنرحب بالكل يجي لعنا. في ناس بتيجي يعني انا اغلب وقت انه منسكر هنا اربعة واشي بعد السهور منقول ان شاء الله انه ضلها مستمرة. كل اشي بيساعد انه السوق يتجدد ويكون في مجال انه الناس تيجي، يعني بيساعد انه الناس تيجي، هي الناس اكتر بتنجذب للعرض، انه كل ما بيكون اقبال اكثر للسوق. اذا الخيمه شيء رئيسي انه ممكن تساعد الناس انه تفوت السوق، ابخليها.